بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في لقاء جديد في برنامج أنين مسحورين، نجوب معا في أنين نسمعه دائما، استغاثة، صريخ مع كل مهموم، مع كل حزين، كل ذلك نتجاوب فيه في هذا البرنامج إن شاء الله جل وعلا في برنامج أنين المسحورين. اتفقنا إن كل إنسان عنده يعني تعب أو مشكلة في حياته لا يعرف مصدرها أو لا يعرف مصدرها أو كينونتها، يعني مش عارف يوصف الحالة اللي هو عايش فيها، وعمال يقول والله أنا مش عارف حياتي اتلخبطت ليه، أنا مش عارف، أنا كنت بصلي، كنت قريب من ربنا جدا وفجأة انقلب حالي تماما، بقيت بكره الصلاة، بقيت بعيد عن ربنا، بقيت أتوقع كل شيء سيء، ما عنديش تفاؤل ببكرة، ما عنديش أمل، ما عنديش، والله سمعتها يقول ما عنديش ثقة في الله، أنا عدمت عندي الثقة في الله. تاني يقول أنا حياتي اتبدلت، شغلي توقف، بيتي اتخرب، طلقت زوجتي. ثالث يقول لي انا اولادي فشلوا في التعليم، كانوا من الاوائل. رابع يقول لي انا مش عارف ايه اللي بيجرى في حياتي، بطلع من حاجه في حاجه تانية، او اخت تتصل تقول حياتي متقفله، او اخت تتصل تقول انا يعني حاسه بتعاسه شديده. ونسمع اهات زي اللي احنا سامعينها دلوقتي، يعني اهات تخرج من القلب لا يعلم بدويها الا الله جل وعلا. والله إلى الإنسان كده لو قاعد مع نفسه عايز يصرخ، عايز يستصرخ، يقول والله تيجي أخ يقول لي عايز أروح في مكان كده وأصرخ بصوت عالي، بصوت عالي جدا، عايز يطلع شحنة الهم والحزن اللي داخلي عنده في صرخة، في أنين. والله أنين. لذلك أنا سميت البرنامج أنين المسحورين. المسحور يعني إذا جاءوا المرض من السحر يجري على الأطباء ويعمل تحاليل ويستنفذ ما عنده من السعي لمعرفة السبب، وفي الآخر الطب يقول له ما عندكش حاجة. الأخت بتطلب الحمل وتاخد كل أسباب الطب وتعمل حقن مجاري والعملية تنجح، ويفشل الحقن المجاري، يعني التجربة تفشل بعد شهر أو شهرين، مش العملية اللي فشلت، هناك شيء بيتدخل لإفساد هذا الأمر. إنسان بيسعى للعمل وموفق والسي في بتاعه تمام والمقابلة تشرف والناس انبسطوا بيه جدا، وفجأة يترفض. إنسان عايز يلتحق بكلية معينة وتتعثر أوراقه، عايز يسافر يتعثر ورقه. يعني إحنا لا نقيم كل شيء على الأسحار والمس والجن، ولكن بنقول أنه إذا تعطلت الأسباب وبدأ الإنسان يسأل يعني ما هو الحل، أنا لجأت الأطباء ما عنديش أي مشكلة طبية وأنا بصلي، أو تقول أنا بصلي الأخت إذا كانت أخت اللي بتشكي الأمر، طيب إيه يا عم الشيخ؟ نقول لها طيب نعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني إيه فانتهوا؟ يعني كنت بتروح للساحر انتهي، لأن لا يفلح الساحر حيث أتى، لأن ربنا عز وجل وصف الساحرة بالمفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هو فاسد، فالمفروض أنت هتروح له في مفسدة مش في إصلاح أمرك. طب يا عم الشيخ، هو يعني لما نلجأ للشيخ مثلا من أهل القرآن والسنة هو هيصلح لي حالي؟ ما برضه انا بلجأ لشيخ. لا، اذا لجأت الى اهل القرآن والسنة
فأنت تلجأ إلى مبلغين عن الله ورسوله. أنت ما بتلجأش إلى الشخص بصفته، ولكن حينما توقن أن عنده منافذ الأشياء يستصدرها من القرآن والسنة، فاعلم بأنه قد فتح الله عليه فتحا يصيب على لسانه الحق، لأنه بيتكلم بالحق، قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنت بتؤمن بهذا الكلام، أنت ما تؤمنش بالشخص، وما بيجيش برسالة جديدة. يعني أنا كنت أعرض عليك مفاهيم من القرآن والسنة، إحنا ما بيجيش بمفهوم جديد، لا، بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الواسع قد أفاض واستفاض فيه. وقال خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رسول الله سحر في مشط ومشاطة، وجاء جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيه السحر واتعمل إزاي ومدفون فين وكيفية الاستبراء منه، فتعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور بطريق الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. ونيجي بقى نخش في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجال الذي تخبط فيه كثير من الناس، فنجد أن النبي نعت أشياء كثيرة للعلاج. قال عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. طب من إيه رسول الله أطلق النبي عنان الشفاء؟ ما حددش، وقال عليكم بالشفائين، يبقى منطوق كلام النبي شفائين، إن كل إنسان مصاب بأي داء يبدأ بهذين الوصفين. هذين الوصفين ما مدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حينما أقرهما الله تبارك وتعالى في كتابه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهنا لما تيجي تقف على آيات القرآن تجد أن الله تبارك وتعالى وصف العسل شفاء. من إيه يا رب؟ الصفة عامة، الصفة الوصف عام لا يمكن تخصيصه. ما قالش ربنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء من السكر مثلا للناس، فيه شفاء من، لا، أطلق عنان الشفاء ولم يقل علاج عليكم بالدوائين حديث النبي، لا، قال عليكم بالشفائين. ومقصود الشفائين يعني إذا أردت شفاء فلتلجأ بثقة ويقين إلى هذين الأمرين، القرآن والسنة. ويجي يطلق النبي صلى الله عليه وسلم العنان في حديث آخر شفاء أمتي. من إيه رسول الله؟ الصفة مطلقة، شفاء أمتي شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. يعني النبي نهى عن الكي، خليه إيه آخر حاجة، لكن ابدأ بإيه؟ بالعسل والحجامة. لكن المشكلة كلها في الشخص اللي بيلجأ إلى التداوي بهذا النطاق الواسع. إحنا عايزين نزرع في اليقين الأول، لأن الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي يشكي بطنه. يا رسول الله أنت عندي أخويا بطنه بتتقطع بيصرخ، عنده أنين من الألم اللي في بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فالراجل خد كلام النبي، ما عادش يقول له يعني ايه عسل، والعسل ممكن يرفع السكر ولا يجيب له ضغط. ابدا ابدا، كلام الله حق، وجاءت السنة شارحة له، ونحن له مطبقون. قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا. الراجل اللي خد العسل ما كانش عنده يقين في المرة الاولى، فاستطلق بطنه ضربت تخنت. فذهب أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سقيت عسلا فاستطلق بطنه. قال اسقيه الثانية، فسقاه الثانية فما زاده العسل إلا استطلاقا. فقال النبي اسقيه الثالثة، فسقاه الثالثة. فقال يا رسول الله ما زاده العسل إلا استطلاقا. قال النبي اسقيه الرابعة. ولو لم يتحقق اليقين لسقاه النبي 100 مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مؤكدا أنه هو الحق، جاء مبشرا أن وعد الله حق، جاء منذرا أن عذاب الله حق. فالنبي لما يجي يكلمك ويقول لك اعلموا اعملوا احذروا تيقنوا تبينوا، فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على الحق من الحق بالحق، يؤكد على الحق من الحق بالحق، بالحق اللي هو القرآن، من الحق هو الله عز وجل،
على الحق اللي هي أعمالنا، نبعد عن الباطل، نبعد عن المظالم، نتخذ سبيل القرآن والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهي الموضوع محتاجين الأول نعدك إعداد يقيني لتلقي الرسالة دي. مش معقول أنك أنت تيجي أجوف وعندك ثغرات فتحات حينما أضع القرآن والسنة في قلبك، الأب يتفلت منك. طب مش هننتفع به؟ زي هذا الرجل، اسقيه عسلا اسقيه عسلا اسقيه عسلا، فيتعب في كل مرة. فالراجل في المرة الرابعة أخوه قال له لابد أن يكون هناك يقين كامل بأن الشافي هو الله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والحق. ازرع اليقين ده. النبي مصر انك انت تاخد العسل، يبقى اذا في خلل عندك. فاخذ العسل في المرة الرابعة بيقين. الناس اللي بتيجي تقول يا عم الشيخ انا لفيت على مشايخ كتير، اقول ما عندكش يقين. هو العبرة بالمشايخ ولا العبرة بالاداة اللي انت بتستخدمها؟ انا ما انا الا موجه، ما انا الا موجه، بستعين برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وببلغها ليك، وبعمل حجامة استنانا بهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي يقين. فإن لم يتحقق اليقين عند المعالج يبقى في خلل، وإن لم يتحقق اليقين عند المريض في خلل. لازم أن يكون الاثنين عندهم يقين وصدق وتصديق لكلام الله ورسوله. فلما تحقق اليقين في المرة الرابعة برأ. فأخوه راح للنبي، يا رسول الله سقيته الرابعة، هو نفس الشخص ونفس العسل ونفس الشربة واحدة، أولى تانية تالتة، إيه اللي حصل في الرابعة؟ مفيش اختلاف، العسل واحد وشخص واحد، برأ في الرابعة. فقال يا رسول الله سقيته الرابعة فبرأ. فقال صدق الله وكذبت بطن أخيك، صدق الله وكذبت بطن أخيك. زيك لما يجي واحد يعمل البرنامج يقول لي أنا تعبان، أقول له كذاب. ازاي يا عم الشيخ ده انا اللي حاسس بالموضوع؟ اقول له كذاب. مش كذاب انك انت لسه مريض، لا، كذاب انك انت لم تثق في كلامنا. فعايزين نزرع اليقين، اليقين بالله ورسوله، يقين الكلمه اذا تكلمت فاصدق، يقين الاحاسيس، احساسك بربنا ان هو القادر وهو العاطي وهو المانع. الناس اللي بتقف على ابواب الناس ظنه منهم ان الناس سيغنيهم عن الله عز وجل، كذابون. إذا سألت فاسأل من؟ جدعان ما انتوا بتردوا حلو، الله. وإذا استعنت فاستعن بمن؟ ما أنا لازم أزرع يقينك الأول. القضية مش قضية تيجي مركز، والله العظيم مش قضية مركز ولا علاج ولا كلام. القضية قضية إن أنت دلوقتي الحلقة بتاعتنا دعوية علاجية، دعوة بتزرع يقين، قرب لربنا يا أخي. يا أخي صلي، جاي تتعالج بالقرآن وأسألك أقول لك أنت عامل إيه أو أنت عاملة إيه في الصلاة، تقول لي والله الحتة دي بالذات أنا مقصرة. حتة إيه؟ هي تورتة؟ أنت بتاخدي من الدين بتقطعيه قطع يعني؟ والله شوف يا عم الشيخ أنا قلبي سليم. يا سلام، سليم إزاي وأنت تاركة للصلاة يا ست الكل؟ ما في ناس يا عم الشيخ بيصلوا بيعملوا ذنوب، لكن يا ست الكل ترك الصلاة كافر، كفران عقيدة، وإذا مات على تركه للصلاة دخل النار خالدا فيها. طيب يبقى زي قلبك سليم وانت ما بتصليش؟ القلب السليم هو من يتبع أحكام القرآن والسنة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يبقى انت لازم أن تصلي وتسجدي وتركعي، واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى لازم أن تستعيني بالصبر وتصبري على الصلاة. الصلاة عايزة صبر، مش هصلي يوم أقطع يوم، ها؟ ولا أنا غلطان؟ إن الله يحب العمل الدائم وإن قل، يعني قوم صلي وقتك في خمس دقايق بس تصلي، وما تصليش قيام الليل وتقطع شهر، ما ينفعش. فهمتوا إحنا عايشين إزاي في الحياة؟ مفكرين إن هو أهم حاجة ده، أهم حاجة ده مع الصلاة والصيام والعبادة والذكر والدعاء. قابل واحد بيشرب مخدرات ويقول لي بص انا بشرب مخدرات وبعمل كل الذنوب، بس ده ابيض. ابيض مين يا عم؟ ده اسود من الليل المظلم. ابيض، الله، ستعرض فتن كقطع الليل المظلم على القلب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ده ربنا قال كده في سوره المطففين، يعني السواد اللي هيكسو القلب هيكون من الذنوب، وانت بتعمل له كل الذنوب وتقول لي ده ابيض ازاي؟ ده ربنا قال غير كده.
تيجي بقى القلب اللي بيعمل الذنوب دي طارق الصلاه تيجي تزرع فيه قران يرفضه. ما انت رفضته ما بتصليش، ما هو ربنا قال لك واقيموا الصلاه ما صليتش، يبقى انت هتقبل العسل اللي ربنا قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، هتقبل الاستغفار فقلت تستغفروا ربكم انه كان غفارا، مش تتوب الاول عشان تستغفر، ولا انا استغفر اني بعمل الذنب، يبقى ما فيش استغفار. يبقى احنا زي امنا عائشه لما قالت ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، يبقى قاعد القران يتلى وقاعد بيلعب على الموبايل. الله فاستمعوا له وانصتوا، فين احترامك لله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما بتوكلش ربنا ليه؟ اه والله العظيم قاعد في شغله سليم بيدي شغله كل ما عنده من جهد، ويجي في طاعه الله ها متكاسل او متكاسله، عيب عليك، ده انت رايح له، عيب عليك، ده انت واقف بين ايده، عيب عليك، والله العظيم مسؤول، والله العظيم مسؤول، والله العظيم هناك كل حاجه هتفر منك، كل حاجه هتهرب منك الا عملك الصالح. يا ترى هنبدا نزرع يقين مع بعض ان احنا نتقرب الى الله ولا لا؟ يعني يا ترى الزاني والزانيه هيعرفوا فعلا ان هم موقوفون بين يدي الله عز وجل عرا حفاة، لا الزاني هيبص للزانيه ولا الزانيه هيبص للزاني؟ مشكله غريبه يعني انا بسال فيها الاخت اللي تتعرض في الحرام والاخ اللي تعرض في الحرام. طب ما انتوا واقفين قدام ربنا انتوا الاثنين بفضيحه، فضيحه يوم القيامه زي ما قال سيدنا عمر لفضيحه يوم القيامه، فضيحة الدنيا أهون عندي من فضيحة يوم القيامة. يعني الواحد لما يتفضح في الدنيا وهو مظلوم أهون عند الله من فضيحة يوم القيامة، لأن أنت لو اتفضحت في الدنيا بمظلمة وأنت ما عملتهاش هتؤجر. سيدة عائشة رميت بالإفك ولكن هي عند الله قدر عظيم، سيدة عائشة. فالمشكلة أنا بتكلم دلوقتي الذي تعرض والذي تعرض أمام الله عز وجل في الخلوات، ما محدش شايفها غير ربنا، وتجرأت على الله عز وجل، وتجرأ على الله عز وجل، وإذا بها الآن هنتصور إنهم واقفين بين إيد ربنا وعراه. وكم اشتهت المرأة أن ترى رجلا عاريا، وكم اشتهى الرجل أن يرى المرأة عارية، وإذا بهما يلتقيان في هذه الشبهة اللي هما تمنوها، ولكن لا ينظر أحدهما للآخر. يقول ربي اغفر لي، فيقول الله عز وجل عبدي أما علمت أنني أسمع وأرى؟ ما انتش عارف ان انا سمعتك وشفتك؟ يقول علمت يا رب. فيقول الله عز وجل فلماذا لم تخشاني؟ ما خشتنيش ليه؟ ما يردش. طب ما عملتش حساب الوقفه اللي انت هتقفها دي قدامي ليه؟ ما يردش. طب انت عندك عذر، انت عاصتني ليه؟ والله العظيم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انت عاصتني ليه؟ ربنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له ألك عذر؟ والله عندك عذر، ليه عملت كده وليه عملت انت كده؟ ما يردش. أظلمك كتبتي الحافظة عن اليمين وعن الشمال القعيد؟ حد ظلمك؟ يقول لا يا رب. هي دي خليلتي في الدنيا اللي انا زنيت بيها، ودي تقول هو ده خليل اللي زنيت بيه، وعصيناك يا رب، واحنا عارفين انك انت القادر والقوي والمنتقم والجبار، وعارفين ان لقائك حق والقيامة حق والجنة حق والنار حق، وعارفين ان احنا واقفين بين ايدك والميزان حق والصراط حق، بس عملنا كده وخلاص. فتصور لما ربنا يناجيك بهذا الامر. طب انا اثق في مين غيره؟ طب انا اتكلم مع مين غيره؟ اذا كنت انا ماليش غيره في الدنيا يعطيني ويكسيني ويطعمني ويسقيني ويشفيني ويهديني، ده في الدنيا. واذا مت من الذي يتولاني بستري ورحمتي ومغفرتي وعفوي ورضاه؟ الله الله. حينما أقف أمامه من الذي سيثبت قلبي على الحق؟ الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حينما أكون وحيدا فريدا في القبر من الذي يؤنسني؟ الله. من الذي يرفع عني الكرب؟ الله. من الذي يوسع لي القبر؟ الله. خلي بالك الموضوع محتاج منا تريث، محتاج لرجعة، محتاج لوقفة، محتاج ان انا اقف مع نفسي وقفة تصحيح العقيدة، يليها زرع اليقين بان الشفاء والعافية والله، بعديها تطبيق العقيدة على اليقين يوم يكون الشفاء. سيبكم من الهرع والهلع اللي احنا عايشين فيه ده،
والله العظيم وإذا مرضت فهو يشفين. قاعدة قرآنية لا تحتاج إلى تفسير، وإذا مرضت فهو يشفين. سامع الأنين؟ أنين والله، همهمة، إنسان داخله الصوت ده بيكرره لما بيحس إن هو مقصر مع الله عز وجل، يتأوه يتأوه إلى الله ويشكي، بيشكي إن هو في مجتمع لا يساعده على القرب. فتن فتن ما بعدها فتن، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. النبي بيقول للصحابة ستكون في عصرنا، مش أيام الصحابة، موبايل ودش ونت وأفلام إباحية ومخدرات وهيروين وبودرة وماكس ونساء متبرجة ودعارة وزنا وكباريهات وخمرات وويسكي وبانجو وحشيش ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فالصحابة انتبهوا، ما المخرج منها يا رسول الله؟ وكأن الكلام على الصحابة، بس الصحابة بيقولوا لنا احنا، اسمعوا النبي هيخرجكم من الفتن دي ازاي. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله امسكوا فيه، كتاب الله تبارك وتعالى هو الجد، ليس بالهزل، جد ليس بالهزل، ما فيش هزار. من تركه من جبار قسمه الله، قسم نصفين، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يعني بتروح للسحرة والمنجمين وتتصل تقول له خد الاسم واسم الام وقول لي ده يجي لي ازاي وانا بحبه فلان عايزاه تحت رجلي، مش عيب عليك تتجوز واحد بسحر؟ عيب. ما كانش راجل يتجوزك وانت معترفه بشخصيتك، ان هو اعجب بشخصيتك، يبقى انت مهينه مشينه مالكيش لازمه رخيصه. زي واحد اتصل على بعض القنوات الفضائيه وقال لي يا عم الشيخ انا كنت متجوز واحده، لا ده الاخت اللي اتصلت قالت انا كنت متجوزه واحد عن طريق السحر، وفرقت بينه وبين زوجته واستأثرت بيه لأنه كان سري عشان أخذ ما في إيده، وفجأة في يوم من الأيام، والله تقول هذا الكلام، قمت من النوم لقيته بيقول لي أنت مين؟ لأن هي عملت له غشاوة على بصره وقلبه، فخدها وهو أعمى، السحر الجلب خدها وهي أعمى، فقام من النوم بقدر الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فأبطل السحر بقدر الله. أنت مين؟ فين مراتي وأولادي اللي طلاها؟ فين بيتي؟ لابد للسحر وإن كان دهرا سيبطل، لأن الذي توعد بإبطاله هو الله. والله عشان كده أنا بدرس اليقين ده، نطبق كتاب وسنة، عليكم بكتاب الله وسنة رسوله. والنبي يقول المخرج كتاب الله تبارك وتعالى، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. طيب نعمل ايه؟ نجدد بقى الإيمان، نعود إلى الرحمن. مش عايزين إن إحنا يعني نتجاوب في غير الكتاب والسنة، مش عايزين نتجاوب في غير الكتاب والسنة، عايزين نعود لربنا ونذكر دائما أبدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق، الحب أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، إن أنا حبيت أتعالج بالقرآن حبا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وما رحتش عند الصحراء والمشعوذين بغضا لهم لأن الله يبغضهم. والموالاة في الله والمعاداة في الله، والي صالحا ولا توالي عدوا من أعداء الإسلام، هو ده المنطق اللي النبي زرعه لنا وطبق في عهد الصحابة والتابعين والسلف والتابعين وتابعي التابعين حتى أتانا اليقين، بس ما اتبعناش، فرطنا، احنا فرطنا. فعشان كده لابد لنا من وقفة مع النفس، كل منا يراجع نفسه، كل منا يراجع نفسه، نقف على حدود القرآن والسنة، ثم نقول هل أنا ينطبق علي آيات المدح من الله لأوليائه، أم تنطبق علي آيات الذم من الله لأعدائه؟ في آيات مدح وآيات ذم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ده إمتى؟ يوم القيامة. وإمتى؟ على فراش الموت، نلقى وجوه بتبيض وبتعرق وعرقها المسك، ووجوه تانية بتسود وريحتها نتنة وهي بتموت. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا، يا
يا كافر بنعم الله، مش شرط انت كافر بتسجد لصنم او بتعبد اله غير الله، لا، كافر بنعمة الله. ويقوم ربنا يضرب مثل لهذا الامر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قرية، بلد، دولة، محافظة، ما دي أي حاجة، بس المثل بيضرب في القرآن على الجماعة، سواء دولة أو بلدة أو محافظة أو قرية أو مدينة أو أمة بقرية، ده مثل بيضرب على الشكل العام. ضرب الله، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق تروح هنا ترزق، تيجي هنا ترزق، تسافر ترزق، تيجي ترزق، ها؟ فكفروا بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله. يعني إيه كفرت بأنعم الله؟ يعني تكبروا بما أتاهم الله من نعيم، استخدموا مال الله اللي هو نعمة في المعاصي، في شرب الخمر، في الزنا، في المنكرات، في البلطجة، في الظلم، والله العظيم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يقوم الأعمال اللي احنا عملناها دي يقوم تنزل بقى الأوبئة بما كنا نصنع. كورونا تيجي، هل كورونا جت بسبب مفاعلات نووية ضربت؟ أبدا والله، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الوباء والغلاء، الوباء والغلاء مش سياسات، ده قدر ربنا، ده النبي قاله قبل ما يحصل، ما تفكر انت في سياسة أساسا. الفواحش بتطلع في الأرض يوم ينزل الوباء والغلاء، عقاب من ربنا. فأذاقها الله لباس الجوع الغلاء والخوف من الكورونا ومن الفيروسات، وكل واحد حاطط كمامة. هو الكمامة هتحجبك عن قدر الله؟ لو ربنا كاتب لك الموت دلوقتي، انت بتاخد بالاسباب، بس رب الاسباب فين؟ ما انت لو وكرت ربنا هيرفع الوباء كليا من الارض، ما هو انت لو احترمت كلام ربنا الوباء هيترفع، مش هتحتاج كمامة ولا كحول، والله والله العظيم. بس للاسف ثقتنا في الكمامة اقوى من ثقتنا في الله. ما لقيتش حد اتغير، المساجد اتفتحت والمصلين قليلين، الناس برضو التبرج في الشارع زي ما هو، الناس عقيدتها ما اختلفتش من الهوجة الأولانية وبنحضر الهوجة التانية. يا عم ده الهوجة الأولانية ما حدش اتعظ، فجاي الهوجة التانية، هنتعظ؟ هو ضرب لك مثل في الأولى، يا ترى هنرجع لله في الثانية؟ يا ترى هنجدد الإيمان؟ يا ترى هنعود إلى الرحمن؟ يا ترى هنقف على بابه؟ يا ترى هنستغفر؟ يا ترى هنتوب؟ يا ترى عندنا يقين بأن الشفاء والعافية؟ والله دول الغرب مع تقدمها وعلمها وأطبائها والتكنولوجيا اللي فيها، والموت يحصد وياخدوا بكل الأسباب والتعقيم ومستشفيات رق، والموت يحصد. يا أخوانا دي رسالة لينا أن الله هو القهار، أن ربنا هو القادر، أن ربنا سبحانه وتعالى جندي من جنوده لم يستطيعوا الوصول لحاله إلى الآن. ليه؟ لأن الله عنده سر الدواء وسر الدواء، هو ده اليقين، يقينك في الله أنه هو الشافي العافي. أخذ بأسباب الطب بس الشافي هو الله، أخذ بأسباب الدواء لكن المعافي هو الله، أروح عند الشيخ المعالج بس هو بيعلمني من كتاب الله، هو بيدرس لي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نقف عند هذه الأولويات، ما نفرش كده كالنعاج، كالنعاج بتجري في المراعي. يا أخوانا الذئاب هتأكلكم، الذئاب بسبب المعاصي، مفيش فايدة. نفس النغمة ونفس المشاكل ونفس التصارع على الدنيا والتكالب على الدنيا ونفس المذمة ونفس النفاق والحسد والكره والبغض ونفس الصحراء موجودين ونفس المظالم موجودة، وربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا. هل من راجع إلى الله؟ هل من توبة؟ هل من استغفار؟ هل من يقين؟ هل من ثقة في الله؟ هو ده اللي بنزرعه في الحلقة بتاعتنا. مع يعني أتمنى من الله جل وعلا أن دي يكون يعني مقدمة يقين بالله عز وجل. معذرة أخرج فاصل دقيقة وهرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا بعد الفاصل. أنا بس اديتكم دقيقة كده، يعني كان في مشكلة في السماعة، رجعنا إن شاء الله عشان نكون صادقين، وأسيبكم تراجعوا الكلمتين اللي انا قلتهم زي خطبه الجمعه كده، بنقعد فاصل ونقوم نكمل الكلام. جماعه بيصلوا معانا الجمعه عارفين الكلام ده، بيبقى في استراحه ما بين الايه الخطبتين ان شاء الله. طيب الصوت اهو، انا عارف ان في ناس بكت، والله انا متاكد من كلامنا، في ناس عندها صوت دلوقتي،
من الذنوب، سيبك من موضوع العلاج والكلام ده، ان شاء الله الشفاء بيد الله عز وجل. لكن انا تركيزي كله من خرجت الى قناه الفضائيه واخد الموضوع العلاج على انه استقامه فعلا، وقالوا استقاموا على طريقه الاسقيناهم ماء غدقا. شمع صوت جوانا والله من الذنوب والمعاصي، الزاني والزانيه بيتاوه دلوقتي، الرشي والمرتشي بيتاوه. والله ما فيش، بص اي واحد تذكره بنفسه بيبكي بيقع زي ما بيقول عند المكتب، ويقع وينهار ويقول يا عم الشيخ انا ما تركتش حاجه لو عملتها مش عارف اعمل ايه، انا اغضبت ربنا كتير ودلوقتي بدفع الثمن، بيتي اتخرب، نفسيتي ضاعت، ما بصليش لله ركعه، انا مالي كله راح اللي جمعته من حرام وهسال عنه، يعني جمعه من حرام وهيسال عنه وراح، فخد الذنوب والمن راح، والوليه اتطلقت والبيت والله ده انا بقسم لك بالله ده حصل من كذا حد. عشان الحرام ما بيدومش، ربنا ما بيباركش في الحرام، مهما كنت ناصح وبتسرق وبترتشي وبتزور برضه هتفتقر وفي الاخر هتموت، يعني ان افتقرت او مت كده كده المال رايح، مت هتسيب المال واولادك هيطلعوا يصرفوه في الحرام، او هو راح بقدر الله، لان ما كان لله دم متصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، المال الحرام مش جاي بطريقه رضا الله فينقطع عنك وينفصل. الساحر برضه بيعمل اسحار وبيهد بيوت وبيطلق نساء وبيهد فتيات وبيمنع زواج وبيهد نساء عايزه ترزق بالاولاد وبيعطل الحمل. يا عم الشيخ الحمل دي بايد ربنا، بس في اسباب، في اسباب بتعطل الحمل، في اسباب بتعطل الزواج، زي ما في اسباب بتسبب الطلاق، يقول يعني ده نصيب، هو الطلاق نصيب، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى السبب نازل يعطل الحمل باذن الله، السبب نازل للطلاق باذن الله، السبب نازل للموت للمرض باذن الله، السبب نازل للفشل باذن الله، لكن كل الامور مذكوره ولنا فيها تطبيق. فانا يعني هجيب لك النهارده فيديو جميل جدا يعجبكم، هو تشبيه بسحر النبي، هو تشبيه، يعني احنا هنعيش مع سحر النبي، مخرجنا الجميل يعرض الفيديو، هقول لكم سحر النبي اتعمل ازاي وهنشوف، ويا ريت نعرضه على الشاشه كامله. بص بعد ما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده غواص من الناس اللي بتنزل عندنا مثلا في في في, في الاماكن اللي بتعلم الغوص، فنازل فاشتبه بشنطه ملفوف عليها لاصق اهو لازق ومحطوط فيها حجار، بيفكرنا الحجاره بايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشه، عائشه بتقول له الا استفتيت ربك يا رسول الله فيما انت فيه، انت بتعمل الشيء وتظن انك تفعله ولا تفعله، او تاتي الشيء وكانك لا تاتيه، يعني العكس، يعمل الشيء ويقول ما فعلته او لا يعمل الشيء ويقول فعلته. فجاء يوم اثنين ثلاثه والنبي جاء لعائشه وقال الا افتيك فيما استفتيت فيه ربي، قالت بلى يا رسول الله، قل لي ربنا قال لك ايه في موضوعك، قال جاءني الليله اتيان جبريل وميكائيل، وقف ميكائيل عند رجلي ووقف جبريل عند راسي، قال ميكائيل لجبريل ما بال صاحبك ماله؟ قال انه مطبوب مسحور، قال من طب؟ قال لبيد بن اعصم اليهودي، فيما طب؟ في مشتن ومشاطه في شعر النبي، عشان كده بقول لكل واحده بيسقط شعرها خلي بالك ده نوع من انواع السحر، لان النبي اتعمل له السحر في شعره مش في فرينه النبي ولا في حاجه من عارض النبي ابدا، ولا في جلباب النبي ولا في عباءه النبي، لا ده اتعمل في شعر النبي، يبقى الشعر له صله قويه بالسحر لانه بيأثر على الفكر، اقرب شيء من الراس والفكر هو الشعر. فطبعا اي واحده بتسقط شعرها وتحس بالكلام ده ظاهره او يعني صوره من صور السحر. طيب عملوا فين يا رسول الله؟ فجبريل بيجاوبه قال في مشتن ومشاطه في طلع ذكر نخل، جاب طلع ذكر كده شقه وراح حاطط فيه سحر النبي اسفل حجر اهو، طلع ايه من الشنطه؟ حجر عشان ما يطفوش لفوق عشان يبقى اسفل القاع، فكلما كان السحر عميقا في باطن الارض او في باطن البحر زي ما انت شايف اهو بيفك اهو، فهيطلع ايه؟ هيطلع حجاره. حجاره ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سحره اتحط في طلع ذكر اسفل حجر، حطوا عليه حجر عشان ما يطفوش لفوق، كلما كان السحر عميقا في الارض كلما ازداد قوه وتاثيرا، اللي هو بيسموه السحر السفلي اهو، شايفين ده الحجر، بعد ما طلع الحجر هيبدا يطلع الماده اللي معمول عليها السحر اللي هي قطعه القماش اللي معمول عليها السحر. سليم؟ طيب ايه المقصود من السحر ده اللي هو في بواطن الارض؟ دائما ابدا يقصد به الجنان او المرض، كلما هاج البحر يهيجي البني ادم، معلومه خطيره جدا. والله يروح عند دكتور نفساني ويديله مهدئات ويسوق، بص
محطوط ايه بقى؟ اهو عليه دم، دم لابد ان تكتب تمائم السحر بشيء نجس، دم او مني او دم حيض، شايفين؟ فكل ذلك يحبه الجني. فكده يتأثر البني آدم إذا هاج البحر. طيب يهدى الماء تلقاه هادئ كده واخد له جنب ما بيتكلمش، يعني في حالة هدوء الماء يسكت خالص، يا ابني احنا عايزينك تتكلم ما يتكلمش. في حالة ثورة الماء يهيج يكسر يعمل عايز يجري يصرخ، أو العكس لو كانت امرأة تهيج وتكسر والله. فهنا الأمر أخطر مما نتصوره. في ابتكار معالم السحر وفي تفنيد هذا الأمر بيحتاج إلى رجع إلى الله جل وعلا وتحصينات ووقوف أمام الله تبارك وتعالى بالذكر والدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا بأن ينفس الكرب عن هذه الأمة وأن يرفع عنا البلاء وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته. لذلك أنا بقول لك والله والله العظيم إحنا في طرق العلاج عشان تاخد أسباب الشفاء، الطبيب اللي هتروح له أو المعالج اللي هتروح له أو أيا كان أي شخص تقف على بابه، أنت بتاخد بالسبب، ولكن الذي يفعل الأسباب هو الله. اللي بيفعل الدواء ده يشفيك هو الله. الناس واحد يقول أنا لفيت على الأطباء دي 10 سنين مش مرتاح، ويقول له التاني يقول أنا لفيت على المشايخ 20 سنة مش مرتاح. سبحان الملك، السبب ما تفعلش. سر الشفاء بيد الله. والله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعانتك بالطبيب أو المعالج سبب، لكن أنا بحطك على مدرج اليقين بالله عز وجل. عشان كده بقول لك قبل ما تجيلي المركز عندي وتتكلم عايزك تصلي. إحنا موجودين هنا تحريك للوازع الديني وترجع لربنا، أو حتى لو جيت عندي لازم أن أخليك تصلي. اوعى تقول لي يا عم الشيخ خلي اللي بينه وبين ربنا، ما ينفعش ما ينفعش. وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يبقى وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يبقى هكلمك بالموعظه الحسنه. انا بقولها لك دلوقتي وجادلهم، هنتكلم مع بعض. انت ربنا مزعلك ليه؟ في ايه؟ زعلان منه ليه؟ ها؟ زعلان منه في ايه؟ مين اللي تولاك في رحم امك؟ الله. ومين اللي انشاك؟ الله. ومين اللي تكفل بيك؟ الله. فنرجع لاميمه ونعود الى الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي صحتك؟ الحمد لله يا فندم. ما عايز اقول لحضرتك بس حلمين. انا بتعالج برضو من سحر بقالي سنين برضو. نعم. بس لسه ربنا ما اذنش. نعم. كنت بقول لحضرتك اختي شافت في المنام يعني والدتي مبتسمه، فسالتها خير يعني؟ قالت لها انها شافت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيقبلني بجبهتي بس من جوه. بيقبلك في ايه؟ معايا حضرتك؟ بيقبلك؟ بيقبلني في جبهتي بس من جوه. في الجبهه. نعم نعم. في حلم تاني زوجة اخويا، حلمت ان انا وهي رايحين نفك سحر يعني. نعم. فبعدين كان الشيخ لسه ما جاش، فهم حطوا قدامنا صواني كده فيها حاجه، فانا اخذتها بسرعه، فقالوا لي دي كده هتعمل مفعول والشيخ لسه ما جاش. فاخذوني كده على غرفه في ثلاث كده كده يعني، ثبتوني كده، وفي حد شخص يعني رابع دخل كده ايده بزوري لغايه الكوع كده، جاب من معدتي الحاجه اللي انا اخذتها وعقربه كده كبيره، وايده طبعا كانت غرقانه دم. نعم. ومكتوب على العقربه الذنب، استغفر الله العظيم، يعني الذنب على النبي، او الذنب ذنب النبي، ذنب ذنب النبي. نعم. دول في بقى يعني من حاجه بسيطه كده من شهر، بنت اخويا طفله كده حلمت ان انا بتعامل وبتكلم وباكل يعني عزكم الله فران وصراصير وكده، وبتكلم معاهم عادي مع ان انا في الحقيقه بقرف جدا من الحاجات دي يعني. نعم. بس نعم. هم بيحاولوا يقولوا لي لا ما تتكلميش وما تعمليش كده، وانا مندمجه معاهم عادي وباكلهم وبتكلم معاهم. بس يعني شافت هو ده بس المنام يعني، فارجو التفسير حضرتك. يعني انت يا اميمه كنت بتوكلي صراصير وبتكلمي معاهم وفران وبتكلم يعني عايشه معاهم عادي، وده بعكس الواقع يعني. ده الناس مش لاقيه تاكل يا اميمه وانت بتوكلي صراصير وفران. وبتكلم معاهم ويعني في حاله اندماج يعني. صلى على رسول الله واستمعيني من التلفزيون ان شاء الله. اللهم صل عليه. شكرا يا شيخ. اما بالنسبه لتقبيل النبي في الجبهه، فكما ورد في كتابه التعبير من صحيح البخاري ان اذا راى احدكم النبي يقبله فذاك يعني قبول العمل، الرضا، رضا الانسان بما نزل عليه. انت صابره راضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كانه يحييك على الصبر اللي انت فيه.
اما بالنسبه للرؤيه السنيه كون ان في اربعه وواحد بيدخل ايديه لغايه الكوع يستخرج، فانت محتاجه رقيه اسمها رقيه التخريج، وهذه الرقيه وارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن ابي العاص اسمها رقيه التخريج. انت محتاجه التخريج، والشيخ بيصرف الجن ولكن لم يصرف ماده السحر، واذا لم تخرج ماده السحر فاعلمي ان السحر يتجدد سليم. لذلك تعلمنا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم استخراج رقيه التخريج، رقيه التخريج في حديث عثمان بن ابي العاص، وهذه الرقيه يعني سبحان الملك نافعه شافعه كافيه واقيه ان شاء الله. الرؤيه الثالثه بيكون انك انت بتشوف التوكل الفيران والصراصير، يعني هذا الامر من لغط الشيطان، والشيطان يعني ياتي باحلام، اذا راى احدكم فليستعيذ بالله منها فانها لن تضره، يعني هذه رؤيه من الشيطان فلا حاجه ايه لتاويلها ان شاء الله. يعني دائما ابدا بنقول ان السحر يحتاج الى رقيه تخريج، وبعديها بيكون في حاجه اسمها تحصينات، منها اذكار الصباح والمساء، ومنها تحصينات عمليه بنقوم بيها اللي هي زيت الزيتون وزيت والمسك اللي هو مسك التحصين، والعسل اللي احنا مقروء عليه رقيه التحصين. التحصين يعني ايه؟ يعني ايات من القران بتقرا على مواد معينه، وبنعمل حجامه اسمها حجامه تخريج مع الرقيه. هذه الحجامه كان صلى الله عليه وسلم يخرج اخلاط السحر بالحجامه. ارجع لكتاب الطب في صحيح البخاري في شرح ابن حجر العسقلاني فتح الباري لابن حجر العسقلاني، هتجد ان كتاب الطب في الشرح كان صلى الله عليه وسلم يخرج اخلاط السحر بالحجامه. فالراقي لابد ان يكون حجاما، حجام يكون في امراه يعني تاخذ بالسنه الزوجه بتاعته طبعا، وبيدل على اماكن التخريج، فبتخرج وبتعرض الامر على المعالج ويقول لها طيب الامر عامل ايه، بنعرف من خلال الدم اذا كان الامر قد انتهى ام لا. طيب ايه علاقه الدم بالسحر والمس والعين والحسد؟ اخلاط السحر والمس بيكون موجوده في الدم، ولذلك النبي قال الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. يبقى الشيطان بيجري فين؟ في الدم، مجرى الدم من العروق. فهنا لما نيجي نخرج بنخرج بالدم، بالحجامة أو بالوخز. إيه هو الوخز؟ الوخز ده بيفعل في مكان في الجبهة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هنطلع فاصل إن شاء الله ونعود، فانتظروني إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني إحنا بنطلع فاصل يعني لتظبيط بعض الأشياء، فإن شاء الله أسأل أن لا يقطع لنا ودا وعظة ونعيش دايما مع ربنا سبحانه وتعالى، و إحنا مع الله دائما سواء بالكلمة أو بالعمل الصالح، نسأل الله أن يوفقنا إليه. ونصيحتي ليكم إن إحنا في زمن المفارقات، يعني إيه المفارقات؟ يعني لابد لكل منا أن يفترق في لحظة، هنفترق يعني في لحظات اللي إحنا عايشينها دلوقتي، الكورونا والأوبئة والأمراض، موت الفجأة والحوادث المنتشرة، المفروض كل منا يعد لهذا الامر عدته. عد العده وعد الى الله، وتيقن ان ما عند الله خير وابقى، وتيقن ان الدنيا زائله بما فيها وبما عليها، الكراسي رايحه والاموال رايحه، ولن يبقى لك الا كلمه طيبه ودعوه الى الله صادقه والله العظيم، وصلاه في جوف الليل باكيه، صلي صلاه البكاء في جوف الليل وانت بتجئ الى الله بالدعاء، يا رب يا رب يا رب عصيتك الليالي ورأيتني فسترتني، فإن رجعت إليك يا رب قبلتني. كلمه سمع لك، بيقول لك هل من تائب؟ قول له أنا تائب. هل من مستغفر؟ قول له أنا مستغفر. هو بيناديك في الثلث الأخير من الليل، كلمه. نايم ليه؟ قاعد بتتفرج على الإباحيات ليه؟ قاعد بتشرب مخدرات ليه؟ قاعد بتزني ليه؟ قاعد بتعمل محرمات ليه؟ قاعد بتكلم نساء على التليفون ليه؟ طب ما تقعد تتكلم مع ربنا، ما انت هتتكلم معاه في القبر والله والله العظيم، ساعة ما هنقفل عليك كده وهنقفل عليكي والدنيا تطمس عليكم انتوا الاثنين، اه والله، والقبور مليانه نساء ورجال، لا حد بينظر لدي ولا دي بتنظر لده ولا حد بيشتاق، ونايمين ملط ملط كام، النساء والرجاله في مكان واحد في القبور، روح اي قبر هتلقى النساء هنا والرجاله هنا، يعني ما بيعدوش على بعض ليه؟ وما بيروحوش يعني ايه يعني يتسربوا بالليل كده وده يطلع من قبر ويخش عند قبر فلانه الفلانيه، ابدا. انتهت الشهوة بالدنيا، لا ينفع مال ولا بنون. ماتت شهوة الايه؟ المرأة عنده، وماتت شهوة الكرسي، خلاص رأى حقيقة لا يستطيع انكارها.
فعشان كده انا برضو لما راينا حقائق المسحورين والممسوسين والمحسودين والمكروبين تعلمنا من النبي ازاي نخرج، فعشان كده بحطك على طريق واضح. تيجي عندي المركز بفهمك واوضح لك واقول لك الطريق اهو وامشي عليه، والله العظيم لن تفشل. ورب الكعبه هتلقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك الرحمات، وان شاء الله الشفاء من عند الله ايا كان المرض، ايا كان المرض، مرض عضوي، مرض دنيوي، مرض سحر، مرض مس، مرض عين، مرض قلب، مرض نفسي، هتلقاك الله معك. طبعا الوقت انتهى، وان شاء الله ميعادنا يوم السبت القادم في تمام الساعه 8، وارقام المركز انتوا يعني سجلوها عندكم، والواتس ان شاء الله لمن اراد ان يتواصل معي واتس كتابه، انا اللي بتواصل بنفسي، ومن اراد ان يجي المركز على الارقام ان شاء الله الواضحه على الشاشه. الى ان القاكم يوم السبت القادم، اترككم في رعايه الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.